علي تعال تعال طبعا مو كنت ساكنه بالبيت القديم خاله فوزيه كل يوم تدز لي البرغل وشغلات تخلي ليها عند الباب والله اتذكر هذيك الايام قد حلوه اي والله اي والله فرحنا كثير البناية تجيزوا عليا كثير كثير يهنيك يا رب الله يخليك بس انتو بحلف لك يمين كأن واحد من اولادنا اي فعلا ترك البناية كل يوم كانوا راضين وحيدر يجون يطرقون الباب يشوفون خالة فوزية مو بالبيت يخلون الاغراض بالباب ويجون يركضون سيارتي جديدة روح روح جد روح يلا اقعد اقعد يلا خلي جدو ينطيك نانا قول جدو ننة يلا قوم يلا قول جدو ننة قوم ما يريد يقوم يبقى تعال طبعا مثل ما تشوفون هسه خلصنا البرغل الطريقه مالته كلش بسيطه وكلش سهله جربوها راح تعجبكم البصل ويا الباذنجان والمعجون ينطي نكهه طيبه للبرغل اذا تحبون تضيفوا شعريه او لا بكيفكم فهسه ايش راح نسوي راح نطلع برا نحضر المشاوي الطريقه مالتي اليوم كلش سهله مشاوي التكه مال لحم عليها فقط ملح مال الدجاج زيت الزيتون اهم شيء حتى ما ينشف على الفحم لازم تضيفون الزيت على الدجاج وتضيفون البابريكا شويه الحاره جدو جدو قول جدو جدو علي علي وين جدو وين جدو ها هذا جدو هذا جدو صح جدو يلا قول جدو هاي سوينا التكة وخلصنا راح نشويها هسه مرحلة الشوي قول نونو 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 قول نونو قول نونو راح ابسطك طبعا علي صاير كل شيء يحكي عيده ورانا شنو احنا نحكي عيده ورانا هذا وقع منها انتو منها منها وقع منها على وجهه ماما بيبي ها اينا وينها نذيلها ماما لا والله اشتم ريحتها معقولة والله عمو قاهي لازم تجي عندي تزرع لي اشكال والوان حتى نحصد وناكل ها مرتاحه لو شويه بعد بس مو كبيره عليك لو لا ايه مرتاحه ايوه شوف شو عم ابراهيم يجيب الخضرة بلا شوف هذا عتقدون لا لا ما بصير هاي اسمها نيدبه ايش تحكي لها اونكراوت هي نفسها اللي حشيش لا بس هذا الشيء باكيت جديد جميل شيء معقوله؟ معقوله؟ ايه معقوله؟ طبعا طبعا جيبها لعنا والله؟ طبعا انا فكرت انها تمزح معانا
شو هذا؟ بالبيت صدق بالبيت. خلي بس اطلع لك اللحم شوي. نضبط لك الماعون. تقول ما حطت اللباس. ايه. والشاي. نسينا الشاي وطلعنا نركض نريد نعرف شنو هاي الموسيقى. هنعلي النار. هاي اسرع درجة. يلا. نخلي الهيلات كالعادة والوردات. نشوف يسلم انا اخبار ويتكلم كم. العام ولا اول العام الايكاف تبع السياره ولا سياره بالاول كان ما عاد تجيبها امها ولا ما بعرف تجيب معها غرب شباب شباب الحين شباب وجونا حطنا شارعنا ها وشفتها اشتروا بيت وجوا وشوف وهي انغرمت بعيونك الزرق عيوني بعيوني عيونك الزرق الحلوات ما بغى اتحرك كله معني قالت خاله فوزية لو ابراهيم لو ما تزوج وحبيتي مو وكل يوم تجي اخته تقول له لخي رخي عوفي اخوي انت عميره انت صغيره وما حلوه ما كويسه انت خير خي دوري لغير مطرح حب وحده اسمها جميله ها عم ابراهيم ما اعطيها درسي اي ما صادر الا دروسه شوفي شلون تشوفك شفتي شلون النظرات جميل ومشي شفتها تمام قلت بعد خلاص ما اريد جميل نسيتها نسيتها جميله جميله ركني على جنب كم 13 سنه يا عمري ايه صغير يعني من 13 سنه وانت مرغوب ومحبوب 13 والله عم ابراهيم انت عندك مغامرات جميله كانت 13 ايه حلو عشت العمر كله سوا كله جميلة وأهلة كله قريبين نفرين تنطلبها طبعا بس أنا ما تريد بهالعمر أنا ما لا بدي إجازة ولا بدي لا شوف لا فوزية لو ما أتزوج 17 سنة كنت أنا عرفت هي كانت على طول حلو الحمد لله بس أختي حكيت لها بس أنا شو اسمه حبيتها قلت لها عجبتها بدي اطلبها هاي كل شيء هاي انا من خلف مني وراي شو حكي مع هذا مالي خبر شو بعد سنين عديده هون بالامان سته ام ابي بتكون خالته يعني لعمتي واختها قريبه بيوت قريبين لبعض مين شي تسمع انا جيت لعند سته فورا تجي فوزية هيدا وبيت جدة عندي حديقة كبيرة ايش بتريدي فيها تمر برتقال رمان ايش بتريدي فيها فوزية هيدا تعالوا رحنا ناكل تين فرنش بتعرفوا تين الفرنش؟ اي تين فرنش حتى تلهيك طلعك من هيدا مش تاخذنا لهونيك تحكي توصينا تعرخي لابراهيم تعرخي خوة اخي انت وحشة وصغيرة بشعة ايه بشعة هيك تحكي معك ايه وصغيرة وانت عميرة كتير عني خمس ست سنين انت اعمر منه عيني هاي ما احكي لي تضل بعقلي ما تنسي طبعا خير خي شيلي من فكري الطاولة والله رخيتي رخوة قوية وبعدين والله تركتي انا ما رخيتها وستة مرتين ثلاثة بس مرايتك انت تحبها طبعا مرتين ثلاثة سته اجى لعقله شغل
فوزية قال تعالى قال أنا خالطة لو تسمع أنا مرضانة إيش إلي احتياج ما بتفتح الباب وبتضق وبتقول خالتي لا محتاجة شيء ليش كل ما سمعت أنت هون بكم تجي من نعمة تأخذ الخضر وأنا ستي مثل الرفيقة يعني ما ستي كأنه نحن سنكر رفقان وستي بحبك كثير كثير الله يرحمك وأنا أول جدة وستة عندين عشر أولاد عشر أولاد ثلاث بنات وسبع أنا أول حفيدة في البيت هالقدر بحبوني كليتي مميزة إيه بالعائلة إيه؟ بالعائلة يعني ستة كأن غنى صديقتي رفيقتي هيك يعني أنا وهي فوزية قلت عليها هنا عادي هنا ليش قال جليلة كل إنه تعرف خالته ماتت ومرضاني مشت يوم ما تجي عندها لما من تعرف فوزية جاية تجي عندها من وين ما تعرف وتاخذ الخبر اهتمام على فوزية لا بعرف عندها رادار بلقي بعرف كيف ما بتعرفها بتعرف اما لشو ما تاخذك تتاكل دين الفرنج وبتاكل دين الفرنج وهي بتروح بقى تنقلع بتروح وتمام قاعدة هون ما بتلقش ابدا ما بتحكي ما بتحكيني بقى بدك تحكي لها شوفي شو بدها مني قلت لها هو قايل لي الا ولا امه ولا ليلي بدي روح اطلب عليك وظيفه وانا صغيره بس 14 سنه يعني انا ما ضمشت المساله ده شو قال لي يعني ما تاخذك قلت لها ما تاخذني ما تخلي انا وحشه وعميره وحشه بشعه وما كيسه بشعه وحده بشعه وعميره كثير اعمر من خوها وهي تأنسيه طاولته اذا بنجي كل انا ابجي فاطمه صحيح اما اذا بتجي كل عائلتي اصحي بالك تقولي ايه بدك تقولي لا تهديد على صريح تهديد وانت لما جوقتي ايه فضلتي تشوفي عينه وسمعتي ضلتي علي بالشهرين الثلاثة بالزور يعني امه الله يرحمها وامه ما حبتني طاول ابدا ابدا ما عجبوني انا ما هو ابني كيس نعم انا بشعة وعميرة واختي بيحبوا الابيضاني هم الظهر يدورون بس جمال شكل ما يدورون واحد بس خلطتي مقاصرة وعرض ظهري هيك يعني مصارع يريد انا جنيت وتاخذ مصارع يقول شو اخذ مصارع عيني خلص ثاني مرة والله زين الحين سوي حلو خلي إذا بتقلك هيدا تناقلتين فرنج ولا لا ما تروحي إلا رمان ولا شيء اصحي بالك تروحي من هون بدك تضلي جنبك وبتقولي لها وقفت أروح أنا وستة معك ستة بتعرف أنا أحسن ما هون هيك بتقولي لها أحسن هاي سمعاني من وين سمعاني أبقى أبقى عم إبراهيم ما خلاك تروحين بعد خلاص مالي خبر مالي خبر ما يعرفه من وراي عيني وبعدين صار العرس وصار عندي ولي صفا كان سنة عمره وهي بدها تتجوز بنتها الكبيرة بنتها إسه أضرب منه ما في وحدة أبدا هاي هي بعينها إما بعينها إما يعني عينها أمها ضليت ثلاث أربع أيام عندي مضليت وكل هالشيء أنا سويت الدهوة خاطرة اسمع علمي ضيعان ولا هالاسم كل هالشكال انا حضرت لها النبي هالديا وخيطت لها بدلتها بالحنه وشو بدي احكي لي شو في الا لزوم كليته انا سويت وكمان ما حبتني وكمان ما حبتني لا هي ولا امها وهلا اوه شنو دائما كل الخالد جبت لي اياهم كل الفوز حطي هلا هذا بدك اشوفه بداية اوي جايبت لها حلقات طبعا خلاص فوزية على طول تجيبي لها دائما هذا بعرف اي بعد صار لي اي كانت تقولي وين رودينا قلت لها هنا بالباب تقولي صيحيها اريدها اي اي
شو اشوف؟ المدرسة تحسن تستعمليه ولا؟ شو اشوف؟ الاورنجة في المدرسة البس لا؟ ايه البس البس عينك؟ واو حلوات واو شو اشوف رادين؟ لا عمرة ولا عيب رادين واو حلوات ولا ليلى اخذت له كثير انتو حياتي انتو ليداتنا كلها حطي بس نتفي اي سكريها سكريها كيس ما هي حبيبتك؟ طبعا خالة فوزية على طول من تجي تجيب شغلات إلي إلها رودينا دائما حتى من ساكنين قريب عليكم اجا علي اجا علي هلا علي هلو حلو تعال علي تعال كوم كوم علي حياتك هاي هلو هلو نونو سوي له بوسه جدو هاي جدو جدو هاي تمام